كما عقدت لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب اجتماعها الأول، واختارت رئيسا لها ونائبا للرئيس. وقد أكدت اللجنة أن المضامين والرؤى التي طرحها صاحب الجلالة الملك المفدى في حفل افتتاح دور الانعقاد الحالي تمثل خارطة طريق للبناء على ما تحقق من إنجازات، ترسيخا للنهج الديمقراطي الذي أرست دعائمه المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى. ومن المقرر أن تشرع اللجنة خلال الاجتماع المقبل بوضع مسودة الرد بناء على مضامين ومحاور الخطاب السامي.